تفضل يا ابن حنبل. لما جئت بي إلى هنا يا صاحب السجن؟ اجلس. أنت تعرف أني لست صاحب السجن يا أبا عبد الله، وإنما خادم مأمور، كما أنك تعرف اسمي يا ابن حنبل. كنت أعرف اسمك. وماذا حدث؟ حدث ما يذهب بالألباب على أيديكم. كنت أريد أن أسأل الإمام عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، أي حديث تقصد؟ الحديث الذي يروى في الظلمة وأعوانهم، أهو صحيح؟ الأحاديث عن الظالمين أكثر من أن تحصى، ومنها الحديث الصحيح. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن صابت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يرد علي حوضي. هل أنا من أعوان الظلمة يا أبا عبد الله؟ لا، لست من أعوان الظلمة. أعوان الظلمة من يصلح لهم شعرهم ويغسل لهم ثيابهم ويطهو طعامهم. أعوان الظلمة من يساعدهم في شؤون حياتهم. يا صاحب السجن، لست من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة أنفسهم. أعدني إلى السجن.